عاوز مني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. فاكهة خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمع عاوز مني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم كله فيتامينات. اسمع عاوز مني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمع عاوز مني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا. السلام عليكم يا أصدقاء، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالأملاح المعدنية. الأملاح المعدنية مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية. تعالوا معي سأخبركم اليوم عن الفلورايد. إنه ضروري لسلامة العظام والأسنان، وذلك برفع قدرتها على مقاومة التسوس. في المتجر الكبير نجد الفلورايد في معجون الأسنان، القريدس، السمك، والمحار. هل تعرفون؟ سأتناول اليوم طعاماً غنياً بالفلورايد. انظروا، الفلورايد موجود في القريدس، السمك، والمحار، معجون الأسنان. الفلورايد ضروري لسلامة العظام. الفلورايد ضروري لسلامة الأسنان، وذلك برفع قدرتها على مقاومة التسوس. بمساعدة الأملاح المعدنية ننمو بصحة جيدة ونبني أجسام قوية. اسمعوا نصيحتي. إلى اللقاء. خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمع عاوز مني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم فيتامينات. اسمع عاوز مني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمع عاوز مني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا.